بقول لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها اكل. الايه الاكل الايه الاساسيات، شويه قمح او شويه دقيق وشويه زيت عشان يعملوا لقمه عيش ياكلوها، بقى لنا 4 شهور. بالمناسبه غزه كنا بندخل لها قبل كده، مش يعني كان حجم الناقلات اللي بتخش لها كل يوم 600 شاحنه، 600 يوميا. احنا ما وصلناش في اعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثة اكتر من 200-220 شاحنة. طب الناس دي عايشة ازاي؟ الناس دي عايشة ازاي؟ بالمناسبة انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اتقال كلام كتير على ان مصر هي السبب. لا لا، انا هقول لكم كلمة صعبة قوي، انا هروح من ربنا فين لو انا السبب؟ لو انا السبب في ان انا ما ادخلش لقمه عيش لاقدر ادخلها لغزه، اروح من ربنا فين؟ لا والله، مصر اعبر رفح مفتوح على مدار ال 24 ساعه في السبعه ايام في ال 30 يوم. انما الاجراءات اللي بتتم من الجانب الاخر من اسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجه دون ان يتعرض لها احد، هي اللي بتأدي لكده. وده ده شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن. يعني هم بيستخدموا ده كوسيلة من وسائل الضغط على السكان. أدي الحكاية. طب أنا بقولها دلوقتي عشان أسجل إن إحنا في مصر لا يمكن، ولازم تكونوا متأكدين من ده وأنتوا قاعدين في بيتكم ومن غير أنا ما أقول، ولا يطلع بيان من هيئة الاستعلامات ولا من الخارجية ولا من الداخلية ولا المخابرات العامة. احنا ما نعملش كده، احنا ما بنعملش كده. مرة تانية كل حاجة تهون وتفضل مصر، كل حاجة تهون وأمن وسلامة مصر. وعايز أقول لكم كل اللي مر ده واللي احنا بنعاني منه ده بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله، وهو يسمع ويرى، هينتهي إن شاء الله. شكرا جزيلا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعني احفظ بلدنا واحميها من كل شر وسوء، وكفيها من فضلك، وكفيها من فضلك. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.